الزاوية الدرقاوية الشاذرية تنسب إلى شيخ الشيوخ الإمام أبي المعالي سيدي العرب بن أحمد الدرقاوي الإدريسي الحسني رضي الله عنه ونفعنا به. كان مسقط رأسه رضي الله عنه بمتشر بني عبد الله من قبيلة بني زروال المباركة بالشمال المغربي. على المشهور كان ذلك عام 59 و100 بعد الألف للهجرة. حفظ القرآن الكريم بمتشره على ثلة من شيوخ القبيلة المباركة، وكان في مقدمتهم شقيقه الأكبر مولاي علي الدرقاوي. وبعدما أتم حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع انتقل إلى مدينة فاس على عادة أهل المغرب الحبيب، فتلقى من شيوخ القرويين وقتئذ من فقه وعلم وحديث وأصول ولغة وغيرها من العلوم، وقراءات على شيخ القراءات وشيخ الجماعة في القراءات العشر وقتئذ أبي عبد الله المنجرة، فأجازه إجازة خاصة وعامة. ثم كان رضي الله عنه وقتئذ بشهادة كثير من أقرانه ومن العلماء وقتئذ من الطلبة النجباء بالقرويين. ثم اشتاقت نفسه رضي الله عنه إلى طريق القوم، فترك علوم الشريعة وعلوم العلوم الظاهر بعدما فاق أقرانه فيها. وفي هذه المدة بزغ نجمه واشتد عوده في طريق القوم رضي الله عنه، حيث فتح الله عليه في هذه الطريق فتحا مبينا، حتى أن علماء الوقت من علماء الشريعة وعلماء الحقيقة لقبوه بلقب شيخ الشيوخ. فأسس رضي الله عنه هذه الزاوية المباركة الدرقاوية بحومة البليدة من فاس العتيقة، وكان ذلك بعد وفاة شيخه. لا تسعفنا المصادر التاريخية متى كان التأسيس، ولكن على الراجح أنه كان في أواخر القرن الحادي عشر الهجري أو بداية القرن الثاني عشر الهجري. وهذه الزاوية تعتبر هي الزاوية الأم من زاوية الأم للزوايا الدرقاوية الأصلية وما تفرع عليها. وتخرج من هذه الزاوية المباركة كثير من الأقطاب، كثير من الأقطاب، حتى أن آخرهم وهو الشيخ الأكبر سيدي أحمد البدوي زويتر رضي الله عنه، فتح الله عليه وانتقل إليه سير شيخ مولاي العرب الدرقاوي بهذه الزاوية المباركة، كما يذكر هو نفسه في كتابه، يعني في كتابه أو الرسائل. بالنسبة لورد الطريقة الدرقاوية، هو ورد يتألف من ثلاثة أوراد يتلوها السالك المريد الفقير بعد صلاة المغرب من كل يوم وبعد صلاة الصبح: أستغفر الله أو أستغفر الله العظيم، كلاهما ورد، إما أستغفر الله أو نضيف اسم العظيم إلى اسم الجلالة الأعظم الله 100 مرة. ثم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة، كذلك في الصباح بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب.
ثم 100 من لا إله إلا الله، وبعد ختم 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد صلاة الصبح و 100 مرة بعد صلاة المغرب. تعتبر الطريقة الدرقاوية الشاذلية في المغرب الحبيب هي أكبر زاوية على الإطلاق، وأقول هنا الزاوية الدرقاوية بفروعها، لا أتحدث عن الزاوية الدرقاوية الأم، ولكن أتحدث عن الزاوية الدرقاوية وما تفرع عنها من زوايا، بل هي من أكبر الزوايا الشاذلية في العالم، بحيث أن من عهد أبي الحسن الشاذلي إلى عهد مولاي العربي الدرقاوي لم تظهر هناك زاوية أو شيخ مربي كان له من التلاميذ في الطريقة الشاذلية، لا في فروعها بالمشرق العربي ولا في فروعها بالمغرب العربي أو الغرب الإسلامي، لم يظهر شيخ كان له من التلاميذ مثل الشيخ مولاي العربي الدرقاوي. ومن ثم فهي إذا ربطناها بالزاوية الشاذلية أو بالطريقة الشاذلية الأصل، فهي من أكبر الزوايا الصوفية بالعالم بأسره. واتبع النور الذي يهدي لنا، وقلت وقلت الحق إن الله